احنا فين دلوقتي مع حضراتكم في المتحف القومي للحضارة؟ احنا في القاعة الرئيسية، والحقيقة القاعة الرئيسية في المتحف هنا ليها طابع خاص جدا، وطابع بيخلينا ازاي نفهم وندرك نقطة مهمة جدا، هي فكرة ان مصر ازاي قدرت انها تحافظ على التراث المصري عبر العصور المختلفة في المكان اللي احنا فيه دلوقتي، المتحف القومي للحضارة. حقيقة يساعدنا ويشرفنا في الحديث عن هذه النقطة المهمة تحديدا دكتور احمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية. يا دكتور احمد اهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بألف خير وسعادة. وحضرتك بألف صحة وسلامة، ونورتونا النهاردة في المتحف القومي للحضارة المصرية. الحقيقة يعني المتحف محتاج مننا حلقات كتير عشان نتكلم ونديله حقه في المجهودات اللي موجودة على الأرض، لكن أنا محتاجة أركز مع حضرتك على نقطة مهمة جدا جدا، التراث المصري. التراث المصري ده كنز من الكنوز لا تقدر بثمن، ولكن الخطوة اللي تمت هنا من 3 سنين في المتحف القومي للحضارة إن إزاي يتم الحفاظ على التراث المصري من خلال هذه الأثار ومن خلال الأنشطة المختلفة اللي بتتم في المتحف، لازم نعرف السادة المشاهدين إيه اللي بيحصل تحديدا، وإيه الخطط اللي بتمت بالفعل من 3 سنين ولسه مستمرين فيها ولسه هنجدد ونطور فيها كمان. خلينا نتكلم إن إحنا شعرنا إن إحنا أكثر من مجرد متحف. المتحف بيتميز بأكثر من حاجة، زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة إن إحنا مش بنختص بحقبة زمنية معينة، إحنا بنعرف الزائر إن مصر ما هياش فرعونية فقط، ما هياش قبطية فقط، ما هياش إسلامية فقط، لا دي مزيج من تطور الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة. في تداخل في بعض المشربيات أو بعض النقوش اللي كانت موجودة في الكنائس المصرية، فيها تداخل ما بين النقوش الإسلامية والنقوش القبطية، وده الاختلاف اللي موجود في هذا المتحف، انه في زيارة سريعة بيقدر يشوف مصر كانت عاملة ازاي عبر العصور المختلفة. الاختلاف التاني، وده حاجة زي ما تفضلتي مش موجود في اي متحف في مصر، الاختلاف التاني هو وجود المومياوات الملكية، 20 موميا ملكية. طب ايه الاختلاف؟ طريقة عرضهم مختلفة، الديكور، الاضاءة بتشعر الزائر أنه في قبو ملكي كما وجدوا في وادي الملوك، ومتعلقاتهم وطريقة عرضهم، حتى النقوش اللي كانت في السقف موجودة عاملينها في بعض الأماكن في قاعة المومياوات. الاختلاف الثالث هو استخدام التكنولوجيا. عادة المتاحف بتبقى إلى حد ما تقليدية، ان بيبقى فيه الكلام مكتوب على حتة ورقة صغيرة وناس بتقراها. مع لغة العصر الناس بقت عايزة تفاعل تكنولوجي اكتر، سواء من خلال شاشات سواء من خلال افلام. احنا عندنا الشاشة فيها 16 مليون لمبة ليد وبتحكي قصة المومياوات والمتعلقات بتاعتهم، فبنهتم بالزائر. ده فيما يتعلق بالآثار، إن 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 الزيارة تكون مختلفة، إنها تكون تجربة. بس بدأنا نتكلم كمان إن طب ممكن الزائر ينبسط إزاي، فممكن نقوي التراث وتوعيته بالتراث والحضارة المصرية إزاي. بدأنا نفكر في أنشطة. عندنا متحف الطفل هنا اسمه كيمت، بيجي الطفل يشوف ازاي ان هو ينقب بايده، ان يعمل يغزل بايده وينسج بايده، بيتعلم الحضارة والثقافة بشكل مختلف، بيحضر مسرحية، بيشوف فيلم عن الحضارة المصرية القديمة. ده كله نوع جديد من التعليم، نوع جديد من التوعية. زي نقدر ان احنا نستثمر الزائر المصري، وكذلك طبعا جذب السياحة الخارجية بشكل كبير، ان دي تكون زيارة اساسية مختلفة عن اي متحف تاني موجود في مصر في اي محافظة تانية. ازاي؟ من خلال وسائل مختلفة. اولا الافتتاح بتاعنا اللي شرفه فخامة الرئيس
واتذاع على كثير من قنوات العالم، عمل ترويج هايل للمتحف، وكثير من الناس بتيجي على اللي شافوه في هذا اليوم من نقل لموكب النقل المومياوات الملكية وافتتاح المتحف. الذكاء الاصطناعي، يعني حضرتك أكيد عارف جدا إن الذكاء الصناعي بشكل كبير جدا يعني بيغزو العالم بشكل متسارع جدا. هل نقدر إن احنا نستثمر القوة اللي موجودة على أرضنا في المتحف القومي للحضارة والمحافظة على التراث المصري من خلال الذكاء الصناعي؟ بدأنا التعاون مع الشركات الكبيرة جدا في هذا المجال، مجال التكنولوجيا، مش عايز أقول أسامي شركات، لكن الشركات العالمية كلها اللي موجودة، وأيضا مع شركات صغيرة، بس دائما في حتة تخوف بتبقى موجودة لدينا في حقوق الملكية، في حقوق النشر، في عدم استخدام المكون الأساسي بشكل غير اللي تم الاتفاق عليه. ولكن بالفعل في، مش عايز اقول ان في، بالفعل شغل تم لم يتم الاعلان عنه، لان ده في اطار تعاون مع وزارة السياحة والاثار، وبالتالي ده موجود في مواقع اخرى، ولكن ده بيتم بالفعل. اللي احنا عايزين نعمله هنا واللي احنا ان شاء الله هنعمله، مش بس عايزين، إن في بعض القاعات اللي لسه لم تفتتح عايزين تبقى مجرد للتكنولوجيا، virtual reality, immersive experience، وكل هذه المصطلحات هتتم إن شاء الله، بس العملية بتبقى محتاجة تمويل، وبالتالي أنا هيئة اقتصادية مستقلة، وبالتالي بنحاول بقدر الإمكان إن احنا ما نحملش الموازنة العامة للدولة أي أموال، وبالتالي بنخش في شراكات مع القطاع الخاص ووافة، بتاخد شوية وقت زيادة لأن النموذج العمل مختلف عن التقليدي. هيئة اقتصادية مستقلة، الموضوع ده أهميته إيه، وإزاي المتحف قدر إن هو يحقق أرباح بشكل يعني محترم تخليه إن هو يبقى فعلا هيئة اقتصادية مستقلة خاصة بنفسها؟ خليني أقول حقيقة إن المتاحف اللي تبع وزارة السياحة والأثار كلها تتبع المجلس الأعلى للأثار باستثناء متحفين، متحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير الذي لم يتم افتتاحه بعد. دول صدر لهم قانونين مخصوصين إن هم هيئات اقتصادية مستقلة. الفكر اللي وراها إن المتاحف بشكل عام وخاصة متحف زي ده بيكلف كتير قوي، فلو أنا حولته لهيئة خدمية حجم الاستثمارات اللي أنفقتها الدولة في هذا المكان كبيرة قوي، فبزود العبء، خاصة إن الناس ما تعرفش إن تكلفة التشغيل في المتحف عالية قوي، من ضبط للنيتروجين وضبط للكهرباء، يعني لما الناس بتقول أنا ممكن أوفر، أنا ما أقدرش أوفر كهرباء لأن عندي أثار ما ينفعش إن أنا أقطع عنها التكييف وهلم جر. فكان الفكر إن المتحفين دول هم الكبار، المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، يبقوا هيئات اقتصادية مستقلة تقدر إنها تقوم نفسها وتغطي تكاليف التشغيل بتاعتها. إحنا الحمد لله بنغطي تكاليف التشغيل بتاعتنا وبيفيض عليها، وده نموذج أنا نفسي كاقتصادي ما كنتش متوقعه، بس محتاج جهد كبير جدا من خلال الأنشطة اللي حضرتك بتشوفيها، لأن الاعتماد على التذاكر لوحدها مش هيبقى كافي. فبدأنا في شراكة مع القطاع الخاص، عندنا القطاع الخاص هو اللي مهتم أو مختص بتشغيل بعض الأماكن، في بعض الحاجات اللي حضرتك شفتيها زي المركز التجاري اللي بيبيع حاجات معينة، ده بيدر دخل أيضا،
في فعاليات بتقام في هذا المكان، فده بيدر دخل ايضا لان ده بيكون بالايجار. فبنحاول باساليب مختلفه ان يبقى في مورد مالي موجود، ولكن التحدي اللي بيواجهنا هو نوعيه او مصدر المورد المالي. بمعنى في فعاليات كتيره ممكن تتم هنا احنا ما بنقبلهاش. ليه؟ لان احنا متحف وله وقاره وله هيبته. فبالرغم ان في بعض الانشطه اللي بتعرض علينا او الفعاليات اللي قد تدر دخل، الا انها قد تسيء بهيبه ومكانه المتحف فبنرفضه. في ناس ممكن تيجي تقول لي انا عايز اعمل فرح مثلا، ممنوع. عايزه تعمل جلسه تصوير، ممنوع. عايزه بعض الاغاني او مغنيين اللي ممكن يكونوا مطلوبين بس مش في المتحف. يعني المتحف ليه شخصيته اللي شخصية. بيحافظ عليها ووقاره يعني. وده التحدي ان حضرتك تقدري تحققي التوازن ما بين البعد الثقافي الحضاري التراثي وما بين البعد الاقتصادي والمادي. فده قرار بناخده كفريق عمل، ما بيبقاش قراري لوحدي. ساعات انا ببقى متردد اما بقعد مع الفريق وناخد الاراء وبنقرر هنعمل ايه. فده اسلوب العمل اللي احنا شغالين بيه، ان احنا كل همنا ان المكان ده زي ما اتولد منور يفضل منور ونحافظ على تقدمه وازدهاره. حقيقة من نقاط القوة اللي موجودة هنا في المتحف ومحتاجين برضو ان احنا نشارك السادة المشاهدين فيها هي المعامل البحثية. انا محتاجة ان احنا برضو نعرف السادة المشاهدين والمصريين اللي بيتفرجوا علينا قد ايه احنا واصلين لمكانة محترمة جدا في المعامل البحثية هنا في متحف الحضارة. المعامل نوعين، في معامل الترميم ودي بتبقى بتختص متخصصة، يعني مثلا حضرتك تلاقي معمل ده عندنا للحجارة الكبيرة، معمل للخشب، معمل للنسيج، ده مهم جدا. نباتات، النباتات دي بقى هنيجي في العلمية. بس الترميم ده بيبقى مهم جدا لان ده شيء قبل ما القطعة بتعرض او هي معروضة بتتعرض لحاجات لازم تتعالج تاني، فدول مهمين جدا. المعامل التانية اللي احنا تم افتتاحها من حوالي شهرين هم 15 معمل علمي يطلق عليهم، اللي افتتحناه منهم 12، لسه 3 تانيين تحت التجهيز. المعامل دي بتبحث في امور زي الدي ان اي، الجينات الوراثية. طب هو فلان قريب فلان ولا لا، الملك ده قريب ده، هي بتعمله بتعيد بعض زي ما حضرتك بتقولي النباتات، بتعيد الوضعية للبكتيريا اللي كانت موجودة من مش عارف كام ألف سنة عشان تعرف تحللها صح. ففي بعض الأجهزة اللي موجودة عندنا وده بنفتخر بيه مش موجودة في معامل أخرى، في متاحف أخرى غير في اللوفر في باريس وأبو ظبي. يعني عندنا معمل اسمه الأنوكسيا، الجهاز ده أي أثر بيجي ما يقدرش يخش المتحف، لازم يخش هذا الجهاز يتعقم عشان يضمن ان هو ما ينقلش بكتيريا، ولكن التعقيم ده من غير ما يبقى فيه كيماويات عشان ما تضرش بهذا الاثر. وعندنا المعامل دي مش بس بتقوم بدورها ناحيه الاثار، لا ده احنا بدانا الكلام مع جهات اخرى. اولا هتدر دخل زي البعثات الاجنبيه، لكن لان هم يحللوا الاثار بتاعتهم، لكن في جهات اخرى مصريه زي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بنكلم معاها أكاديمية البحث العلمي. هذا التعاون العلمي المشترك مش بس في الأثار، قد يكون في مشروع خاص بالنباتات أو بالأغذية بنتعاون، قد يكون هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عايزة تحلل حاجة معينة إمكانيات المعامل عندها ما تنفعش بتجيبها عندنا. فهذا التعاون أولاً ذو بعد علمي مهم جدا، ثانيا بيحافظ على فكرة الاستدامة المالية ان يبقى عندي مصادر دخل إضافية مش بس التذاكر، ثالثا بيؤكد فكرة ان المتحف ما هوش اللي الناس بتشوفه، لا ده في جيش من العاملين موجود طبعا في أماكن أخرى عشان يظهر المنتج الأخير للزائرين بهذا المنظر. الفترة اللي جاية إن شاء الله منتظرين إيه من المتحف؟
دائما بقول هما حاجتين، أنشطة دي اللي بتخلي المتحف عايش، ونأمل ان يبقى افتتاح قاعة قريبا، وده ان شاء الله بنعمل عليه، بس خليها مفاجأة ان شاء الله. ان شاء الله في غضون 6 أشهر هيبقى في قاعة جديدة ان شاء الله. ان شاء الله على خير. الله. كل سنة وحضرتك طيب، وتشرفنا بحضرتك على شاشة اكسترا نيوز. دكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، شكرا جزيلا لحضرتك.